عندي هنا بتنجان حبيتين، وعندي هنا طماطم زي ما انتم شايفين، احتمال ان اقلل منهم لان انا شايفاهم كتار، لان انا بحب ايه البتنجان بيبقى واضح. عندي هنا فلفل، الفلفل ده مش حراق، انا ما عنديش حراق، هحط هريسة شطة. دلوقتي اول خطوة هنعملها هنقشر البتنجان ده، بس مش هنقشره كله دلوقتي، هقول لكم هنقشر ايه وهنسيب ايه والتقطيع المناسبة. وهنحتاج للوصفة دي كمان توم، خليكم معايا بقى وهنبدأ ايه على مرحلة التقشير. اول حاجة هنعملها هنقطعها من تحت ومن فوق كده، من عند القمع كده، وبعد كده ايه هوريكم ازاي هنقطعها. كده انا قشرتها زي ما انتم شايفين، سبت عليها قشر عشان ايه تمسك البتنجانية ما تخليهاش تشرب زيت. دلوقتي انا هقطعها بشكل طولي وليس دوائر علشان بتبقى شكلها اشيك. وبعد ما اخلص الكمية ديت هرش عليها شوية ملح علشان البتنجان ما يشربش زيت خالص. كده انا قطعت البتنجان، ما هوش دوائر زي ما انتم شايفين، اختاروا التقطيع اللي تعجبكم لو حابين، بس ايه ابعدوا عن الدوائر، بتتفسخ كده وما بتمسكش نفسها، وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تسيبوا عليها ايه قشر علشان تمسكها. تاني حاجة بصوا البتنجانة عاملة زي الاسفنج، بدليل على انها جميلة وحلوة وطعمها حلو في الاكل. انا كده حطيت الملح، جهزته زي ما انتم شايفين كده، اكيد باين معاكم، علشان ان ايه حجمها يقل والمية والسوائل اللي فيها تخرج. وان شاء الله اول ما يجي لمرحلة ان هو بقى جاهز هوريه لكم. دلوقتي هقطع الطماطم اجهزها، الفلفل واجهزه، لغاية لما يعدي على البتنجان نص ساعة بالكتير، وايه نبدأ بالخطوات. انا كده حطيت الملح، جهزته زي ما انتم شايفين كده، اكيد باين معاكم، علشان ان ايه حجمها يقل والمية والسوائل اللي فيها تخرج. وان شاء الله اول ما يجي لمرحلة ان هو بقى جاهز هوريه لكم. دلوقتي هقطع الطماطم اجهزها، الفلفل واجهزه، لغاية لما يعدي على البتنجان نص ساعة بالكتير، وايه نبدا بالخطوات. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده البتنجان وصل للمرحله اللي خلاص ان هو قاعد فوق النص ساعه. بصوا الميه اللي هي طلعت من الملح، خلاص كده احنا نضمن ان هو مش هيشرب معانا زيت. ودي الطماطم انا جهزتها وفرمتها يعني بالكبه، وتقدري تنعميها تقدري تقشريها زي ما انت عايزه، بس انا ايه فرمتها بالكبه يعني خشن. يلا دلوقتي على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده انا عندي طوصة، استنيت الزيت لما سخن وهحط البتنجان، طبعا مش هكتر علشان ايه يتحمر وما يشربش معايا زيت. طيب في حلة تانية هنكون مجهزين طوصة او قلاية او حلة اللي انتم عايزين، بس انا بشوف الصينية ان هي اشيك. اول حاجة هنزل فيها فلفل زي ما انتم شايفين كده، ولو مش حابين تحطوا فلفل مفيش مشكلة، زي ما انتم شايفين هنستنى شوية بس يغير اللون، علشان انتم عارفين ان التومة بتتحمر بسرعة، فعلشان كده احنا نزلنا بالفلفل الاول. دلوقتي هنضيف التوم، مجرد بس ما نشم الريحة بتاعته ان هو بس ادانا لون، بنضيف الطماطم، مش هنستنى عليها ان هي ايه تتحمر علشان ما تديش مرارة. وهنشغل العينين، عين بتحمر البتنجان وعين علشان ايه الطماطم تتسبك وتدوب اكتر، علشان ايه نكمل الطبخة البسيطة السهلة. اكيد في ناس بيحبها كتير، في ناس بتضيف لها لحمة، بس احنا انتوا عارفين ان البتنجان غني عن التعريف، ان هو فيه فوائد، يعني من غير لحمة ان شاء الله تبقى ايه طعمه لذيذ وجميل. انا كده ضفت الطماطم، طبعا هسيبها مع نفسها لغاية لما تذبل، او لغاية لما الاقي ان الطماطم اتسبكت. او ازاي هتعرف ان هي اتسبكت؟ هتلاقي الزيت اطرد على جنب. دلوقتي هنسيب البوتاجاز عالي عليها ونغطيها، علشان ايه بنفس الوقت ما تعملش معانا مية وبنفس الوقت تستوي. كده انا غطيت الحلة او القلاية زي ما انتم شايفين، او الصينية، وده البتنجان زي ما انتم شايفين، دي الدرجة المطلوبة. خلاص انا هطلع على كده، مش عايز انه يسود، انا عايز يبقى لونه ذهبي. هخلص الكمية وهرجع لكم في المرحلة الاخيرة. خلاص الطماطم ابتدت تجهز، هي ما جهزتش بس ابتدت،
جيت انا ضفت ملح وعملت حساب ان الباذنجان عليه ملح، وضفت شويه فلفل اسمر فقط لا غير، مش هضيف بهارات ولا اي حاجه خالص غير الفلفل الاسمر. هستنى عليها شويه كده وهرجع ايه احط الباذنجان. خلاص انا عندي كده الطماطم جهزت زي ما انتم شايفين، ما بقاش فيها ميه ولا اي حاجه خالص، وده الباذنجان اللي احنا حمرناه زي ما انتم شايفين كده، سيبناه لونه ذهبي، بصوا ازاي مش شارب زيت ولا اي حاجه خالص. دلوقتي هناخد الباذنجان ونرصه على الطماطم بالراحه عشان يبقى ايه الواحده بوحدتها كده. كده انا رصيت الباذنجان زي ما انتم شايفين، وكنت قاليه قرنين الفلفل بالشكل ده. دلوقتي ايه مش محتاج ان هي تفضل على البوتاجاز خالص، لان الطماطم مستويه عندي، الباذنجان مقلي ومستوي والفلفل كذلك. كل اللي احنا هنعمله هناخد من الطماطم بس، وهناخد بس نحط عليها كده بالشكل ده لغايه لما ايه نخليها تاخد بس من النكهه، وهتفضل كل حاجه محافظة على شكلها. هخلصها ووريها لكم. دي كانت اكلتنا النهاردة زي ما انتم شايفين، انا ما حبيتش اعقد الامور، ما شاء الله زي ما انتم شايفين يعني حاجة تحفة. قدمت معاها خيار مخلل فجل، خساية، مخلل زيتون مع جزر، حاجات بسيطة كده وحاجات سهلة يعني متوفرة، ويعني اكلة يعني تسد ما شاء الله. زي ما انتم شايفين صينيه البتنجان او اللي هي المسقعه ناشفه ما فيهاش ميه، محافظه على شكلها، الحبايه او البتنجانه بشكلها، الفلفل ليه لان انا ما سبتهاش على البوتاجاز كتير، لان كل حاجه زي ما قلت لكم ان هي ايه مستويه، واللي انتم حابينه قدموه جنب الاكله دي، ولو حطيتوها من غير اي حاجه خالص ما شاء الله بتسد وجميله جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.